هذا البرنامج برعاية فندق أنوار المدينة موفنبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. ونحن اليوم مع نموذج من نماذج الدعاة إلى الله تعالى، الداعية الإسلامي محمد عباس نديم، الذي أسلم على يديه أكثر من 4000 شخص خلال 26 عاما. وعن تجاربه في حقل الدعوة إلى دين الله عز وجل في أوساط غير المسلمين، وكيف أخذ بيد هؤلاء من براثن الشرك والكفر إلى نور الإسلام والوحدانية، تدور حلقة هذا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، والحمد لله الذي هيأ لنا من أمرنا رشدا فجعل إعلاما إسلاميا يهتم بالدعوة والدعاء، وهذا ما كنا نصب إليه ونحلم به، حيث أن الله يعلم بأن الدعوة هي الآن السلاح القوي عند المسلمين لنصرة هذا الدين في جميع أنحاء الأرض. فلله الحمد والشكر قبل وبعد، وجزاكم الله خيرا كثيرا على تفضلكم بأن أقدم لكم ملخصا بسيطا عن عملي في الدعوة لله. إن هذا العمل هو تشريف من الله سبحانه وتعالى، وأقول كلمة حق بأني لا أملك مثقال ذرة إلا من عند الله فيما فعلت، فله الحمد وله الشكر ملء الميزان وملء السماوات والأرض. وأسأل الله الذي له ملك السماوات والأرض أن يمن على هذا العالم وفي وقتنا هذا الحاضر، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، فإن عذاب الله أليم. إنني آمل ذلك وأعلم أن الله له حكمته في خلقه. فنحن نسعى في الدعوة ونمتثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين، وهو إمام الدعاة، وهو القائد إلى جنات النعيم بإذن الله وتوفيقه. فنحن لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولكل داعية أينما كان وأينما يكون لا بد أن يحتذي بهذا المثل. فإن شهادة الإسلام نشهد أن لا إله إلا الله، هذا عهد بيننا وبين الله أن نوحده وأن لا نشرك به شيئا، وأن العهد الذي أتممناه بقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه هو المثل الأعلى الذي يحتذى الذي ارتضاه الله رب العالمين، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا المثل ينبغي أن نجعله بين أعيننا دائما أينما كنا في الدعوة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم
كان طيبا وكان حلوا وكان كريما وكان رؤوفا رحيما، حتى أحبه حتى أعداءه. فأول لقائي في الدعوة إلى الله كان على غير موعد، وسبحان الله سبحانه وتعالى. كنت في إنجلترا في عام 1975 بالميلادي، وكنت أدرس دراسة في تخطيط المدن بجامعة بيرمنغهام لفترة ما، وكان الاهتمام كبير، حيث وجدنا يعني مقابلة طيبة ومعاملة كريمة. فكنت عند صلاة الظهر أصلي الظهر، عندما يأتي الظهر أترك المحاضرة وأصلي في أقرب مكان يدرسون فيه الطلاب، أماكن يذاكرون فيها اسمها بيجون هولز. فلاحظ لي لاحظ أحد المدرسين أنني في وقت معين أترك الفصل ثم أذهب ثم أعود، ولم يكلمني في ذلك. فمرة سألني بعد فترة، قال لي: أين تذهب؟ قلت له: أذهب لأصلي صلاة الظهر. فالرجل قال لي: وأين تذهب تصلي؟ فأوضحت له المكان الذي أصلي فيه. فسبحان الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، هذا الرجل أخذني وفتح الباب وأراني غرفة بجوار الفصل الذي ندرس فيه، وقال لي: يا أخي، لماذا لا تصلي هنا؟ فهذه أوسع وأطيب. وفعلا كان مكانا أطيب من الذي كنت أصلي فيه. الدعوة إلى الله تحتاج إلى أن نكون صادقين مع الله، وأن نكون مؤمنين بالذي نقوم به فعلا، وأن ندعو الناس ونحن بالفعل نريد إنقاذهم من براثن النيران والعذاب الشديد، وأن نشعر بهم بأننا كلنا ملة واحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. فكأنك تساعد أحد أفراد أسرتك، يعني هذا أمر إذا شعرت به عندما تحس بأخيك الغير مسلم هذا الإحساس، فلعل الله سبحانه وتعالى يعينك في هدايته. فالأسلوب في الدعوة أعظم ما فيه في رأيي البساطة في العرض، أن تعرض الإسلام وأن تتشرب به روحا قلبا وقالبا بشكل طبيعي وسهل، أكثر يعني ليس فيه صعوبة لمن يسمعه. فمثلا: يا أخي، إذا كان اسمه جون أو اسمه جورج أو اسمه مهما يكن، وأنت تعرض عليه الإسلام، نذكره بأن هذا الدين، دين الإسلام، دين واحد منذ نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. في بساطة، إذا كنا في زمن نوح عليه السلام لشهدنا أنه لا إله إلا الله، وأن نوح رسول الله، أن نوح هو المثل الأعلى الذي يحتذى به في ماذا؟ في العبادة وفي السلوك وفي كيف وفي الحكم. هذه أشياء أساسية بالنسبة للرسول يقتدى به في كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى، وكيف يتعامل مع أسرته ومع عشيرته ومع أهل بلده أو مع أمته، المعاملات العامة سواء كان في البيع أو الشراء أو في جميع المعاملات، هو المثل الذي يحتذى به امتثالا كاملا. والأمر الأخير والثالث هو أن النظام الذي كان يحكم به الرسول هو النظام الذي يحتذى به من المسلمين عامة. فالإسلام، كلمة الإسلام هي من السلام، والسلام هو أن تكون في سلام مع الله عز وجل. ولن تكون في سلام مع الله عز وجل إلا إذا أولا وحدته ولم تشرك به شيئا.
قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأساس إذا سئلت يا محمد من ربك، فقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الدين دين متين ودين ميسر ودين سهل، الصعوبة من أنفسنا، والصعوبة من طريقة عرضنا، والصعوبة من تعاملنا مع الآخرين. إذا تعاملنا معهم بروح طيبة وصدق نية في إنقاذهم من براثن الشرك ومن العذاب الأليم، وشعروا بأن المود كأننا من بيت واحد وأسرة واحدة، فإن المعاملة الطيبة، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلذلك المعاملة هي أساس. فنحن نشرح بأن هذا الدين دين واحد، وأن الإسلام هو الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان، ونتبع أنبياءه، نتبع أنبياءه من نوح عليه السلام، نشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم عليه السلام رسول الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، ونتبع على ما أنزل على موسى. إذا أنزلت عليه التوراة الذي تسمى الآن Old Testament، فنتبع ذلك إن كنا في ذلك الزمان، والمثل الأعلى لنا هو ذلك الرسول. كذلك في زمن عيسى عليه السلام الذي أرسل، I have been sent to the sheep of Israel، أرسل إلى إسرائيل نبيا ورسولا، فإن كنا في ذلك الزمان لشهدنا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأن نشهد أن عيسى رسول الله. وكذلك ولقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يبلو خلقه، فجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، ومن ولد بمكة المكرمة صلى الله عليه وسلم ونشأ فيها، وهاجر إلى المدينة المنورة لنصر دين الله ونشره، ووجد أحبابا وأنصارا ومهاجرين وقفوا حوله، رجالا يعني أعزة كرام، نصروا هذا الدين حتى انتشر في جميع أنحاء الأرض. فهذا الرسول هو خاتم الأنبياء والمرسلين. لقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. فالرسول النبي الأمي، فهو المثل الذي يحتذى به. يقول البعض أنا أصر على عيسى، ويقول البعض أنا أصر على موسى، ونحن لا نصر. إذا كان محمد قبل عيسى، وعيسى كان خاتم الأنبياء، لآمنا بعيسى نبيا، وكذلك بالنسبة لموسى، فلا فرق بين هذا وذاك. لا نفرق بين أحد من رسله، فالرسالة واحدة. وكل القصد، كل القصد في هذا الأمر، لب الأمر هو عبادة الله سبحانه وتعالى على الشكل وعلى المنهج وعلى الأسلوب الذي ارتضاه الله. وهذا لا يمكن أن تأخذه من هذا أو ذاك إلا من المصدر الموثوق به الذي ارتضاه الله، فهو الرسول في كل زمان ومكان. والرسول الذي يحتذى، كما بدأنا في أول لقائنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فلا فرق بين هذا وذاك. فتوضيح أن الإسلام دين واحد بكل بساطة وبكل يسر وسهولة، وأن نفهم الأخ والأخت التي
ندعوها إلى الإسلام بأن هذا كمال الدين، updating of religion، يعني أنت تكمل دينك، ولا فرق بين محمد ولا عيسى، فإن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن يطيع الله فهو يطيع الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ففي هذه البساطة وهذا اليسر الذي تقدمه وتشرحه بأن الإسلام دين واحد، ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الأمر وصاحب الهداية. أنا كثير من الأحيان لا أحتاج حتى أن أشرح كل هذا الشرح، فأقول يا أخي أنت دخلت الإسلام، أنت تعرف شيء عن الإسلام؟ يقول لا أعرف شيء. أقول له أنت تعرف أن هذا الإسلام بسيط للغاية؟ فيقول لي كيف؟ أقول له مدخله، لا أعطيك مفتاح الإسلام. فيقول كيف؟ أقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا طبعا باللغة الإنجليزية only that you witness there is only one God Allah and last prophet is Muhammad peace be upon him. ويقول لي بهذه البساطة، وأنا كنت دخلت الإسلام، أقول له ليس هنالك أكثر من ذلك، فهذا مفتاح مدخل الإسلام، وبعد ذلك تعرف أركان الإسلام وتعرف الصلوات كيف تصلي، وتكون لك علاقة بربك وتتعلم، فإن الإسلام دين علم وعمل. في كثير من الأحيان وأعداد كبيرة يعني الحمد لله دخلوا الإسلام بكل بساطة، نطقوا الشهادة بدون حوار وبدون نقاش وبدون جدال، وبعضهم قرأ عن الإسلام ولكن لم يجد الشخص الذي يدعوه لكلمة لا إله إلا محمد رسول الله. وهذه الحقيقة أنها غالبة في جميع أنحاء الأرض، أن كثير من الناس يريد أن يعرف الإسلام أو قرأ عن الإسلام أو رغب في الإسلام، ولكن لم يجد الشخص الذي يقول له يا أخي قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة لها وزنها ولها قيمتها ولها وقعها، ومن قالها دخل باب الإسلام بحق وصدق. أن أعداد كبيرة من مختلف الأقطار جاءت للمدينة المنورة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نلتقي بهم، ودعوتهم إلى الإسلام فنطقوا شهادة الإسلام. ومن العجيب أنه إذا قلت لك بعض الروس وبعض الصينيين وبعض الأمريكان وبعض الإنكليز وبعض الإيطاليين وبعض عدد كبير، لا يعني كان عندنا سيرك ألماني هنا، فيه سيرك مش ألماني، سيرك جامع عدد من الأجناس هذه، والله الحمد لله والشكر لله ما عرضت عليهم الإسلام إلا بكل بساطة، ووجدت منهم استجابة فورية في هذا الأمر، وثم علمتهم كيف يتوضوا ويغتسل وهكذا وهكذا. هذا أمر يعني هذه الموهبة من الله سبحانه وتعالى، نحمد الله على ذلك يعني حمدا كثيرا، فهو صاحب الأمر وصاحب الفضل العظيم في ذلك. وجدنا طبعا أكثر الجاليات في المدينة المنورة ولعلها في المملكة عموما هي الفلبين، فهذا أعداد كبيرة جدا الآن تدخل الإسلام بأعداد يعني أعداد كبيرة خالص، ويأتي السريلانكيين وبعضهم هنود، والجميل في الأمر حتى الصينيين، الصينيين لا نعرف لغتهم ولا يعرفون لغتنا، ونحن في بعض الأحيان نستعين ببعض الطلاب في الجامعة الإسلامية عشان يترجموا لنا، فيسلمون ينطق الشهادة وهو لا يعرف معناها، ثم يغتسل، ثم بعد ذلك يسمع كلمة التوحيد، ثم بعد ذلك يصلي، وحتى بعضهم مش ذهب إلى الحج. فمسألة الإسلام هي عطاء الله سبحانه وتعالى ومنة من الله سبحانه وتعالى على خلقه. أساليبنا في، أنا أستعمل الأسلوب العلمي، يعني كثيرا ما أستعمل أسلوب علمي للذين يعني ليس لهم إيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. فمثلا نتكلم عن The Seed and the Sperm، أنا عندي كتاب من بعض الكتب هنا، مثلا هذا الكتاب The Seed and the Sperm، هذا الكتاب طبع في المدينة المنورة وطبع في إنجلترا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني. فهو أسلوب أنه ربنا سبحانه وتعالى يذكر خلقه، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فهذه المساءلة المستمرة التي تتكرر في آيات كثيرة من القرآن الكريم هي أن ترد الإنسان إلى أن هنالك خالق وهو الذي خلقك، فلا يستطيع إنسان أن يخلق النطفة، هذا المنيء الذي يمنى ما في،
لا أحد يستطيع أن يخلق. يعني تيست تيوب بيبيز، أنك تخرجها وتضع البويضة وهكذا وهكذا، من الأعمال الفنية التي وهبها الله بعد الأطباء أو علماء الطب. ولكن خلق الأصول لا يمكن، فهذا إعجاز ظاهر ليس فيه يعني شك. مثلا الماء هذا يتكون من هيدروجين وأكسجين، فلا يستطيع أحد أن يكون ذرات الماء، تو مولكيولز أوف هيدروجين أكسجين، ومنه هذا الماء. ذرات أصول الأشياء، ذا سيد. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فمن هو الذي أنشأ هذه الشجرة؟ الخالق. ويذكرك الله الخالق بذلك، لا يستطيع إنسان مهما أوتي من علم أن يخلق بذرة. الأصول في كل الأشياء، وهذه الأصول هي منها الثروات، منها فهو رازق وهو خالق، ومنها الرزق. فطعامنا، إذا جبت طعام من أرز وجبت لحم وغير ذلك، كله أصوله ترجع إلى عطاء الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول بسم الله عندما نأكل ونحمد الله على ذلك. استخدمت الإنترنت الحمد لله كثيرا، و يعني من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أسلموا بعض الناس بواسطة الإنترنت. وأسلمت امرأة في أستراليا لها شأن عظيم اسمها حواء، فهذه أحبت التوحيد حبا جما، وهي تحب تجي المملكة لكن ما لاقي طريق كيف تجي. فهذه أسلمت عن طريق الإنترنت وعملت لنا ويب سايت، يعني هي متخصصة في هذا الشأن. يعني نحن لنا مركز توعية الجاليات، تشرف عليه ندوة العالمين للشباب الإسلامي جزاهم الله خيرا. ف يعني بكل التآخي وكل القوة وكل الفضل، هذه المدينة تذكرني أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإني يعني وأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى أجد نفسي كأني في نفس الصفوة في ذلك الزمان، لا أجد إلا الإخاء والمودة والمحبة وإن شاء الله سبحانه وتعالى تسير الدعوة بخطى ثابتة إلى الله. فأنا أوصي ب المسلمين أن يكونوا دعاة إلى الله وسفراء في الخارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم